أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم المعلمة حنين مرقة من مدرسة سليمان حمود اليوسف في محافظة حماة. سأقدم لكم درس في مادة العلوم مع مجموعة من تلاميذ الصف الخامس، لنتعرف عليهم. مصطفى خرطباني، شاهد كيالي، محمد نضال الدرع، شاهد مسلم، فرح النقلي، ميز جميع. كيف حالكم يا صغاري؟ الحمد لله. دائما الحمد لله. درسنا اليوم هيكلية عموني. تعلمنا في درس سابق أن الحيوانات نوعان، فقارية ولا فقارية، وتعرفنا على الحيوانات اللا فقارية وشعبها. أما اليوم فسنتعرف عن الحيوانات الفقارية. ضمن إحدى الأنشطة اللاصفية، كلفت معلمة الصف الخامس تلاميذها بجمع صور بقايا جثث الحيوانات، فجمع حسام هذه الصور، لكن كان عليه كتابة اسم الحيوان تحت كل صورة، وطلب منا مساعدته. ما رأيكم بمساعدته؟ سنساعده. لنتأمل سويا هذه الصور. ما هذا الكائن في الصورة الأولى؟ تفضل يا أسيد. البقرة. نعم إنها البقرة. وهذا الكائن؟ تفضل يا شهد. إنها الضفدع. أحسنتي، إنه الضفدع. وهذا الكائن الذكي، ما هذا؟ تفضل يا ميس. إنه الدلفين. أحسنتي، إنه الدلفين. وهذا الكائن الملون، تفضل يا نضال. إنه الحمام. أحسنت، إنه الحمام. صغاري، لنتأمل هذه الصور سويا. برأيكم هل هذه الصور، هل هذه الحيوانات متشابهة في شكلها؟ مصطفى. لا. لا، إنها مختلفة. لماذا؟ لماذا هذه الكائنات مختلفة بأشكالها يا فرح؟ تفضلي. بسبب هيكل العظمي. أحسنتي، إنها تمتلك هيكل عظمي. وأيضا ماذا تمتلك؟ شهد. العمود الفقري. أحسنتي، إنها كائنات تمتلك هيكل عظمي وعمود فقري. إذا بما أن هذه الكائنات تمتلك هيكل عظمي وعمود فقري، ماذا نسميها؟ ما اسمها يا أسيد؟ حيوانات فقارية. أحسنت، إنها حيوانات فقارية. من يذكرني ما وظيفة العمود الفقري بما أن هذه الحيوانات تمتلك هيكل عظمي وعمود فقري؟ من يذكرني بفائدته؟ ما فائدته يا شهد؟ يعطي الحيوان شكل الجسم ويساعده على الحركة. أحسنتي، إنه يعطي الحيوان شكل الجسم ويساعده على الحركة. رائعة يا شهد. إذا صغاري، بعد أن تأملنا هذه الحيوانات وحددنا بأنها حيوانات فقارية وتمتلك هيكل عظمي بفائدته التي تعطيه الشكل الجسم وتساعده على الحركة، ما رأيكم أن نتوصل سويا لتعريف عام للحيوانات الفقارية؟ جاهزون؟ نعم جاهزون. الآن سأوزع عليكم هذه البطاقات وأريد منكم ترتيبها لنتوصل إلى تعريف كامل. هذه البطاقة للمجموعة الأولى، وهذه البطاقات للمجموعة الثانية. لنبدأ. انتهينا. انتهينا. المجموعة الأولى أسرع. أحسنتم. إذا بعد أن رتبنا هذه البطاقات لنتوصل إلى تعريف للحيوانات الفقارية، من يعطيني التعريف الصحيح؟ أسيد تفضل. أحسنت، الحيوانات الفقارية هي الحيوانات التي تمتلك هيكل عظمي وعمود فقري. أحسنت، من يعيد التعريف؟ تفضل يا ميس. هي الحيوانات الفقارية هي الحيوانات التي تمتلك هيكل عظمي وعمود فقري. رائع يا ميس، أحسنتم. لنتأكد صغاري من صحة التعريف. الحيوانات الفقارية هي الحيوانات التي لها عمود فقري وهيكل عظمي. أحسنتم. صغاري، هل النعام ينتمي إلى الأسماك؟ فرح. لا. لا. تأكيدا للجواب زميلتنا، دعونا نشاهد هذا الفيديو القصير ثم نتابع أنشطتنا. مرحبا أصدقائي،
لا أحد يعرف على وجه الدقة عدد أنواع الحيوانات على الأرض، ولكن العلماء قدروا عدد الأنواع بين 2,000,000 و5,000,000 نوع. هذا رقم كبير، فعلا كبير. وكل هذه الحيوانات يمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين: فقارية، وهي التي تمتلك عموداً فقرياً، ولا فقارية، وهي التي لا تمتلك عموداً فقرياً. سنتكلم اليوم عن الحيوانات الفقارية، ويمكننا تقسيمها إلى ثدييات، زواحف، طيور، برمائيات، وأسماك. سنتعلم الآن كيف نميز بينها من مظهرها وشكلها. إن كان للحيوان أطراف أربعة وآذان مرئية وفرو أو شعر، فهو من الثدييات التي تعيش على اليابسة. وإن كان للحيوان جلد قشري جاف لا يملك فرو أو شعرا ولا يمكننا رؤية آذانه، فهو من الزواحف. وإن كان للحيوان ريش وأجنحة وقدمان اثنتان وليس له آذان مرئية، فهو من الطيور. إن كان للحيوان جلد ناعم ورطب من دون فرو أو شعر وأقدام ذات وترات، فهو من البرمائيات. وإن كان للحيوان زعانف، خياشيم وقشور، فهو حتما من الأسماك. عندما ترون حيوانا في المرة القادمة ستكونون قادرين على تصنيفه وحدكم. أحسنتم أصدقائي، إلى اللقاء. هل شاهدتم الفيديو صغاري؟ نعم. هل أعجبكم؟ نعم. أريد أن أطرح عليكم سؤالا، مر معي ضمن هذا الفيديو: ما عدد صفوف الحيوانات اللافقارية التي صنفها العلماء؟ مصطفى، خمسة. أحسنت، خمسة صفوف، إن عددها لي؟ نضال، الثدييات، الزواحف، الطيور. من يساعده؟ ميس، البرمائيات، الأسماك. أحسنت، ميس أعيدي. البرمائيات، الثدييات، الطيور، الأسماك. أيضا أسيد، الزواحف. أحسنت، إذن صفوف الحيوانات اللافقارية خمسة صفوف، هي الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور والثدييات. ما معنى برمائيات؟ شاهد، هي الحيوانات التي تعيش على البر والماء. أحسنتي، تعيش في البر والماء. إذن بما أن صفوف الحيوانات خمسة، أنا سأوزع عليكم كف اليد هذا الذي يحوي خمسة أصابع. أريد منكم تصنيف هذه الحيوانات ووضع كل حيوان على الإصبع التي تناسبه. تفضل يا مصطفى، تفضل يا أسيد، تفضل يا نضال، هذه لك. نريد أن نضع الدب والسحلية والنعامة والسلمون والضفدع، كل حيوان من هذه الحيوانات جانب الصف الذي يناسبه. لقد انتهيت، لقد انتهيت. أحسنت يا مصطفى، لقد انتهيت. أحسنت يا نضال، لقد انتهيت. ممتاز يا فرح.
لقد انتهيت. ممتاز يا أسيد. من لم ينتهي بعد؟ ميس. لقد انتهيت. رائع يا ميس. صغاري، بعد أن صنفنا هذه الحيوانات على الأصابع أمامكم، من يعطيني الدب إلى أي صف ينتمي؟ ماذا كتبتموها؟ أين؟ أسيد. الثدييات. أحسنت، إنها من الثدييات. كل كائن له آذان مرئية هو من الثدييات. أحسنتم، من الثدييات. والسحلية، أين وضعتموها؟ على أي إصبع؟ بجانب من يا فرح؟ بالزواحف. أحسنتي، إنها من الزواحف. والنعامة، هذا الطائر الذي يملك الريش والأجنحة، يعني ضال. الطيور. أحسنت، إنه من الطيور. السلمون. ميس. من الأسماك. أحسنت يا ميس، إنها من الأسماك. والضفدع، بجانب من يا مصطفى؟ البرمائيات. أحسنت، إنه من البرمائيات. أنتم رائعون. لنتأكد من صحة الحل. الدب ينتمي إلى الثدييات، والسحلية للزواحف، والنعامة للطيور، والسلمون للأسماك، والضفدع للبرمائيات. إذن صغاري، بعد أن صنفنا هذه الحيوانات، سأضع أمامكم الآن بعض صور الحيوانات لنميز بين الحيوانات اللافقارية والحيوانات الفقارية. مستعدون؟ نعم مستعدون. هذه البطاقات أمامكم. إذا كان الحيوان على الشاشة أمامي من الفقاريات، نرفع البطاقة على الفقاريات، وإذا كان ينتمي إلى اللافقاريات، نرفع البطاقة على وجهه الثاني. هل نبدأ؟ نعم. صنف الحيوانات الآتية إلى فقاريات ولا فقاريات. ما هذا الكائن الملون؟ فرح. الفراشة. أحسنتي، إنها الفراشة. هل الفراشة يا صغيرتي تنتمي إلى الفقاريات أم اللافقاريات؟ لافقاريات. أحسنتي، إنها اللافقاريات. رائعة يا فرح. الفراشة تنتمي إلى اللافقاريات. وهذا الكائن؟ وهذا الكائن يا شهد؟ إنه الغزال. أحسنتي، إنه الغزال. هل الغزال ينتمي إلى الحيوانات الفقارية أم اللافقارية؟ الفقارية. أحسنتي، إنه من الفقاريات. لنتأكد، أحسنتي، الغزال ينتمي إلى الفقاريات. وهذا؟ مرة في درس سابق. نضال. إسفنج البحر. أحسنت، إنه إسفنج البحر. هل الإسفنج يا نضال ينتمي إلى الفقاريات أم اللافقاريات؟ اللافقاريات. أحسنت، إنه من اللافقاريات. إسفنج البحر ينتمي إلى اللافقاريات. وهذا الكائن البطيء. وسيد. السلحفاة. أحسنت، إنها السلحفاة. هل السلحفاة من الفقاريات أم اللافقاريات؟ فقاريات. أحسنت، إنها من الفقاريات. وهذا الكائن، ما هذا؟ ما هذا يا مصطفى؟ إنها دودة الأرض. أحسنت، مرت معي في درس ماضي، إنها دودة الأرض. هل الدودة فقارية أم لافقارية؟ لافقارية. أحسنت، إنها من اللافقاريات. دودة الأرض تنتمي إلى اللافقاريات. هذا الكائن اسمه هيام. ميس. قنديل البحر. أحسنتي، إنه القنديل الجميل. هل القنديل ينتمي إلى الفقاريات أم اللافقاريات؟ اللافقاريات. أحسنتي، إنه من اللافقاريات. إذا تعرفنا في درسنا اليوم أن الحيوانات نوعان، فقارية ولا فقارية، وعرفنا الحيوانات الفقارية بأنها هي التي تمتلك هيكل وعمود فقري، وصنفناها في 5 صفوف: أسماك، برمائيات، زواحف، طيور،
وثدييات. الآن دعونا نعود إلى صديقنا حسام ونساعده في حل مشكلته. صديقنا جمع هذه الصور ولكن كان عليه كتابة اسم الحيوان تحت كل صورة لنساعده سويا. الصورة الأولى، لمن هذا الهيكل؟ لمن هذا الهيكل يا فرح؟ الأسماك. أحسنتي، إنه هيكل السمكة. وهذا؟ هذا الهيكل لمن؟ لمن يا نضال؟ الثعبان. أحسنت، إنه الثعبان. وهذا الهيكل؟ مصطفى. إنه الضفدع. أحسنت، إنه الضفدع. لنتأكد، سمكة، الثعبان، الضفدع. أحسنتم يا صغاري. وهاتان الصورتان، الصورة الأولى لمن؟ أسيد. الحصان. أحسنت، إنه الحصان. وهذا؟ وهذا يا شهد من؟ هذا هيكل من؟ إنه العصفور. أحسنتي، إنه العصفور. هل أعجبكم الدرس يا صغاري؟ نعم. شكرا لكم على حسن التفاعل والاستماع، حقا كنتم رائعين.